مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بتتواصل الأفراح وتأهل منتخب مصر لكأس العالم، وبالطبع النادي الأهلي شريك في هذا التأهل نتيجة وجود أكثر من حوالي من 7 إلى 8 لاعبين في صفوف المنتخب الوطني. لكن لفتة طيبة جدا هنا في استاد السلام وعقب نهاية المباراة، يمكن أرسل محافظ مطروح عن طريق الحاج سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء درع تكريم للنادي الأهلي بمناسبة مشاركة عدد من اللاعبين في تأهل منتخب مصر. الحاج سعد، برحب بيك على قناة الأهلي، وأنت أحد العلامات البارزة في الرياضة المصرية وتحديدا في مطروح، فلفتة طيبة جدا من محافظ مطروح عن طريق نادي الرجاء في تكريم النادي الاهلي. اولا تحياتي ليك وللنادي الاهلي، وبنقول الف مبروك للشعب المصري بدايه من السيد رئيس الجمهوريه لغايه اصغر واحد الشعب المصري بنسبه صعودنا كاس العالم. طبعا سياده المحافظ اللي هو علي وزير محافظ مطروح دايما متابع للرياضه ومهتم، وكان متابع للمنتخب ويمكن حضر المباراه ومرتين المنتخب. فبعد الصعود احنا كان بالمناسبه دي عندنا ماتش مع الاهلي، الراجل كان قال لي لازم اكرمه لعيبه الاهلي في المنتخب وبعت لهم درع، بس طبعا ظروف شغل النهارده كان عنده اجتماع مع وزير الدفاع، فأوفدني سلمت الدرع للباشمهندس، وده اقل حاجه نعمله، وان شاء الله باذن الله نيجي نبارك للاهلي في نهائي افريقيا ان شاء الله باذن الله، ونكرمهم ان شاء الله باذن الله ونقدم المسؤوليه. التوفيق يعني ان شاء الله يكون حدث جيد انكم تقوموا بهذه اللفته ومن محافظ مطروح، لكن ابرز بقى الاحاديث الجانبيه مع المهندس محمود طاهر والتكريم والدرع اللي اتسلم. هو درع مهداء من محافظه مطروح للاعبين نادي الاهلي للقيادة المنتخب، دون ذكر اسماء اللاعبين اللي كلهم شاركوا اللي في الاول وفي الاخر. طبعا كان لازم نختار بدل ما نسلموا اللعيبه ولا نسلموا رئيس النادي الاهلي ويعبر عن النادي الاهلي كله ومثل النادي الاهلي كله. فلفته حلوه منه، ويمكن سياده المحافظ قام باتصال بالمهندس محمود طاهر وهنان بالصعود وهنان المهندس هاني بوريده والسيد وزير الشباب والرياضه. فاتمنى دايما ان شاء الله يا رب تبقى الشعب المصري دايما في افراح ودايما في انجازات، ان شاء الله زي ما حقق المنتخب المصري صعود كاس العالم بعد 28 سنه ان شاء الله باذن الله. الاهلي قادر انه يعبر مباراه النجم الساحلي وقادر انه يجيب الكاس المصري ان شاء الله باذن الله. شكرا وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. جدا شكرا، اتفضل. ده كان لقاءنا مع الحاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء، لكن كل التوفيق ان شاء الله للفريقين، فريق النادي الاهلي في المرحله القادمه وفريق الرجاء في استكمال هذه المسابقه. لكن بشكل عام الاجواء هنا في استاد السلام اجواء طيبه جدا، اطمئننا بشكل كبير على فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم، لكن بالطبع نتمنى التوفيق والشفاء العاجل لحسام عاشور، خاصه في غيابات عديده خلال الفتره الحاليه قبل مباراه النجم الساحلي التونسي. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق في نهايه هذا الحوار هنا من استاد السلام.